ما يقرب من 200 ألف نسمة يسكنون غرب مدينة بعقوبة، تلك المناطق التي تشهد تراجعا بالواقع الخدمي وانعداما بالبنى التحتية، خصوصا بعد الأمطار التي حولت الشوارع إلى برك مائية وطينية وحرمت الأهالي من التنقل لعدة أيام متواصلة. ومنطقتنا كلها غرقانة، شوارع ما عندنا، منطقتنا تعبانة، ماكو، كل شيء يصير. عندنا طلاب الصبح من تروح الطلاب تروح توقف يم المدرسة تشوفها كنا مطينا للحزام. وبعد مناشدات الأهالي باشرت كوادر مكتب النائب طه المجمعي بمشروع تصريف للمياه في هذه المناطق وبرعاية من الشيخ خميس الخنجار، ويهدف العمل إلى تخليص الأهالي والتخفيف عن معاناتهم لحين المباشرة بمشروع الصرف الصحي لغرب بعقوبة، والذي يتابع بشكل مباشر من قبل المجمعية مع الجهات المعنية. نشكر الشيخ خميس الخنجر على هذا المشروع الذي تم صرف المبالغ من عنده، حيث قام بتصريف هذه المياه اللي هي تعتبر مياه آسنة برك مائية تحيط بمناطق القاطون. تم إنجاز العمل إن شاء الله بالكامل اليوم على حساب الخاص، ونشكره جزيل الشكر نيابة عن أهالي مناطق القاطون. فيما شكر الأهالي الجهود المبذولة من قبل نواب المشروع العربي، مطالبين بضرورة استمرار الضغط على الحكومة للإسراع بإنجاز الموافقات الأصولية لمشروع غرب بعقوبة المنقذ للساكنين هنا. نوجه شكرنا للسيد النائب المحترم على هاي الجهود اللي بذلها لخدمة أهالي هاي المنطقة، وكذلك نطالب بمشروع مجاري غرب عقوبة، المشروع الاستراتيجي اللي راح يخدم أكثر من 300 ألف نسمة في هذه المناطق. وتستمر حملات أعضاء المشروع العربي في المناطق التي كانت مهمشة لحين توفير مقومات الحياة الأساسية. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.